ان اذا كان هذه الامم المتحده قدمت شيء لليبيا وكان خير لليبيا، قدمت اي خير لليبيا، وعارض صلاح بادي او رفاق صلاح بادي في هذا الطريق وهذا الدرب، درب الحريه ودرب الصدق ودرب الاخلاص ودرب مواجهه كل من يريد الكيد لبلادنا وهذه المغامرات من بعد الثوره ليومنا هذا. هذا امر بسيط من المتوقع، زي ما قلت لك انا عندي رفاق غادرونا والان بين يدي الله سبحانه وتعالى قدموا ارواحهم، ومنهم من قدم اطرافه، منهم من قدم يعني من الان يعني تحت الجروح، ومنهم من فقد كل ما يملك في كل، نسال الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لنا هذا امر بسيط، وهذا ما يقدر يقدمه صلاح بادي لوطنه ولاهله ووفاء لهؤلاء الشباب. الحمد لله هذه صك براءه، مشاهده براءه لي انا اني لا اتبع لدوله ولا لحزب ولا لجماعه ولا عندي اي نظرة استعلاء ولا نهبة اسمه هم تهموني بيننا وراء ضد هذه حكومتهم، هذه حكومة الوفاق، حكومة النفاق اللي جابت الدل والعار والخزي لليبيا. هذه الحكومة والله واحد من الناس لو نعرف ان هذه الحكومة بتجيب الخير لو وقفت معها، ولكن عرفت ان هي هذه الحكومة شكلت في الخارج ومن وراها من دول، واكثر الحاضرين منهم اللي بين سنة كاملة وهم في 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 مكانات منفردة، يعني كل واحدة منهم في كل مجموعة المؤتمر في 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 جهة والبرلمان في جهة، سنة كاملة لم يجتمعوا الاثنين مع بعض وهم في الخارج. وعلينا الآن نواجه ولا نرضى بأي وصي علينا سواء من الخارج سواء كان من بني جلدتنا أو من الأمم المتحدة أو من أي مكان ثاني. نحن أحرار، سواء كان هذا الوصي من دول عربية من حولنا تدخلت في شؤوننا وحاولوا ان هي تخبط ثورتنا وتخبط كلمة الحق والإخلاص والصدق، والإخلاص والصدق الصادقين والمخلصين اللي واجهوا كل هذه الممارات في فترة 8 سنوات.